السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. طبعا أسرار الحياة علمكم إن هو يجيب لكم حاجات مفيدة وجديدة جدا. النهاردة هنتكلم عن فرش العرايس. فرش العرايس لكل عروسة نفسها تفرح، الفرحة كلنا بنستناها بمعنى أصح. موضوع حلقتي مش لازم أخش فيه قوي، هسيبه لزميلتي الجميلة والإعلامية المتميزة أستاذة هند شاهين. صباح الخير أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة آية، عرفينا بقى موضوع أسرار الحياة وربنا ما يقطع لنا عادة. طبعا في بدايه حواري لازم ارحب بالساده المشاهدين، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودناكم كل يوم سبت لازم نعرف سر من اسرار الضيف اللي معانا، والنهارده الحلقه بتاعتنا هتدور في اطار فرش العرايس. طبعا كل عروسه بتحتاج ان هي ازاي تفرش بيتها باقل الامكانيات على حسب امكانياتها، ولكن بشكل كويس. كنا بنشيل هم اليوم دوت هفرش امتى وهروح امتى، وكانت ناس كتيره بتحضر اليوم ده، لكن احنا النهارده جايين قائده من قوات فرش العرايس عشان تشرح لنا تفاصيل ازاي افرش فرش العروسه باقل التكاليف. معاكم ومعانا استاذه شيماء، استاذه اسماء رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي استاذه هند. ازي حضرتك؟ بيج كوكو ستايل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، نورتي. عامله ايه؟ سعيده بمعرفتكم والله. استاذه اسماء، قبل ما نبدا موضوع حلقتنا عايزين حضرتك تعرفي نفسك للساده المشاهدين وتعرفي شغل حضرتك. انا اسماء، عندي 26 سنه، بحب مهنه فرش شقق العرايس، وبحس ان هي هوايتي، يعني مش بحب الاقي دولاب متلخبط او مش بجد حاجه ممتازه جميله، فبحب افرش بطريقتي بطريقه معينه، ان انا انسق دولاب العروسه، مش ان انا بقى احط الهدوم كل حاجه، لا انا بحط بقى بطريقه مختلفه، ان انا البطاطين بدل ما اشيلها بقى فوق الدولاب زي زمان بالشنطه بتاعتها، لا ببدا افك واطلع وارص وابرم واحط اشكال، بحيث شكل الحاجه تبقى فعلا انا جايبه حاجتي وعايزه اشوفها، مش عايزه اخبيها في شنطتها واحطها فوق الدولاب. لا بتنور الحاجه، يعني تحط في الدولاب كده، وبحط لها خامات من معايا طبعا بطريقه معينه، بشوف اللحاف ده محتاج ورده هنا، محتاج شريطه أكيد. مختلفه فبديله زي لمسه كده بتظهر الحاجه ما شاء الله. اللهم بارك، ربنا يبارك لكل عروسه في حاجه. شغل زي ده عاوز مجهود وعاوز تعب طبعا، وغير كده عاوز يعني تعليم. طبعا. فمين اول حد شجعك وعلمك؟ هو اول حد شجعني بصراحه يعني كان جوزي، وبعدين اصحابي جدا، كانوا يعني دايما كلهم لما اتجوزوا كنت بروح اوجب معاهم ان انا اروح افرش لهم الدواليب والنيش وكده من غير اي مقابل طبعا، ما كنتش لسه بدات ان انا اشتغل وكده، فهم كانوا بيشجعوني دايما بصراحه، ربنا يبارك فيهم. وكان جوزي طبعا اساسي، يعني كان دايما يشجعني، وهو طبعا دعم ليا ربنا يبارك له، واصحابي اساسي يعني ربنا يبارك لهم، كانوا بيشجعوني بقى لا اشتغلي، لا انت شغلك حلو، طب ليه ما تساعديش ناس اكتر تفكري. فبدات افكر في الموضوع بناء على كده، وبدات ان انا اشتغل على نفسي اكتر، وبدات ان انا بقى اعمل بيدج على الفيس، وابدا انزل صور من شغلي طبعا مع اصحابي ومع جيراني، وبدات المرحله من هنا. يعني اسماء، احنا يوم فرش العروسه ده بيبقى يوم بالنسبه لنا ضغط ومجهود، ونجيب اهلنا واصحابنا عشان عايزين ننجز، والكل عاوز يخلص بسرعه عشان يمشي، بيبقى ضغط كبير جدا على اهل العروسه والعريس، وفي نفس الوقت ما بيطلعش بنفس الشكل ده. هو تعب، بس مش هقول لك ما بتعبش، بروح ببقى مش شايفه قدامي، بس ببقى لوحدي. تمام، ببقى لوحدي من اول يوم بفضل الله، بفرش دولاب كبير ودولاب صغير ونيش ومطبخ وبوفيه في يوم واحد. ببدا من 6 7 الصبح، بخلص الساعه 12 بالليل مثلا، اللي هو فرش الاساسيات اللي ممكن العروسه تاخد فيه 4 5 ايام. انا بفضل الله بعمله لوحدي في يوم واحد، يعني بتسيب لهم على السجاجيد بس. يعتبر في طبعا لو عروسه بعيد عليا طبعا لازم اعمل لها الفينيش النهائي، اللي هو بعمل لها اجواء رومانسيه في غرفه النوم وفي الحمام، زي ما حضرتك شفتي في الصور على البيج وكده، هم بتتعرض كمان. طبعا. ففي عروسه بقى تقول لي انا عايزه اجواء رومانسيه، ببدا انفذ لها الاجواء الرومانسيه اللي هي عايزاها. وفي عروسه يعني لو قريبه يعني بتوريهم التصميم قبل ما تصمم اي حاجه، ممكن على حسب اتفاقي مع العروسه. لو انا عايزه افرش لها، هي عايزه تفرش لي اساسيات بس اللي انا قلت لحضرتك عليها، اللي هو الدولاب الكبير والدولاب الصغير والنيش والمطبخ والبوفيه، دي اسمها فرش اساسيات. القسم الثاني بقى اللي هو الفينش النهائي، فرش التسريحه والاجواء الرومانسيه وغرفه الاطفال، بزينها برضو. تمام. وبزين الترات اللي حضرتك شايفاها دي على باب شقه العروسه، جميل. دي بتبقى تبع القسم اللي هو الفينش النهائي، دي طره ما شاء الله، اللهم بارك، دي انا عاملاها العروسه فمنفذها لها. حتى اللي بيبقى طالع ونازل يبقى عارف ان دي شقه عروسه. طبعا يعني في طرات مكتوب عليها ثانيه بنفذها، اللهم بارك هذا البيت، لقد بني هذا البيت بالحب، في طره زي كده ساده خالص تحط كده مثلا، جميلة. تبقى بالجنب مثلا، جميله. تبقى كده حاجه زي كده. بس في عرايس بقى يعني بتبقى بس لو هي قريبه مني هعمل لها الاساسيات، لو بعيده عني طبعا محافظات لا بعمل لها الاساسيات والفينش النهائي مع بعض طبعا. على حسب يعني هي العروسه فين، وعلى حسب هي عايزه تعمل ايه. تمام. استاذه اسماء، انت فريق كامل ولا لوحدك؟ لا انا لوحدي.
بس انا اعرف اي شغل فيه فريق كامل ما شاء الله. انا بفضل الله لوحدي يعني، بخلص كل حاجه لوحدي كمان بتسد. بخلص شقه العروسه معايا في يومين اول يوم يومين. الاساسيات زي ما قلت لحضرتك، تاني يوم الفينش النهائي وخلاص بقى بنفنش الحاجات دي كلها ونعمل الاجواء رومانسيه. جوه المحافظه ولا خارج المحافظه؟ سواء خارج المحافظة أو في المحافظة، يعني لو خارج المحافظة طبعا أول يوم بروح فيه ببات طبعا في شقة العروسة، ما بننامش يعني، بنبقى شغالين يا دوبك ساعة بس كده ونقوم نكمل بقية شغلنا. وطبعا بكون متفقة مع العروسة قبل ما أروح إن تكون العروسة معلقة الستاير، معلقة الشاشات، أي حاجة هتعطلنا بحيث إن إحنا نشتغل كلنا حريم مع بعض، ما نحتكش برجالة بقى مع بنبقى شغالين حريم كده مع بعضينا كده بس. لكن إن إحنا بقى العروسة أروح لها ما تكونش معلقة الستاير، دي بتبقى مشكلة كبيرة إن أنا بخلص وعايزه اصور شغلي. فطبعا الستاير ومش هينفع ان انا اعمل افرش تسريحه والراجل يجي يخرم بشنيور بعد ما انا اخلص. لا ما ينفعش طبعا. بس برضو شغل زي ده يا استاذه اسماء بيحتاج ماتيريال وخامات عشان تنفذيه، يعني انا شايفه ان دول فوط بس طالعين بمنظر حلو. دي ما شاء الله انا ممكن اشرح لك كل شكل من دول. يعني دي عندك اللي قدامك دي مثلا، دي عروسه يعني الخامه اللي انا شايفه اللي هي الفستان والطرحه دي خامات فعلا بتاعت فستان عروسه فعلا. طبعا اهي بصي، وده العريس، دي اشكال انا بعملها بالفوط، في حاجه زي كده الفيل يعني، دي كلها فوط. طبعا دي فوط اللي هي فوط حمام صغيره بقى، انا بعملها بقى بالاشكال اللي حضرتك شايفاها كده. تمام. في شكل زي دي تورتايه بيتنفذ بقى في دولاب العروسه بس على فوط اكبر ومساحه اكبر. تمام. في شكل زي دي مثلا وزه. وفي شكل زي دي سمكه. يعني في اشكال كتير جدا انا بقدر بفضل الله انفذ اشكال. في زي كده بوكي ورد حط كده في دولاب العروسه. ما كناش زمان يا استاذه ايه بنعمل الحاجات دي، احنا كنا بنطبق كده. الحاجات دي جديده فقط. في اشكال كتير بفضل الله. في ارنب، في شكل ارنب تاني يعني، بصي الارنب هنا معايا ليه شكلين جميل. بصي اهو ده كده الارنب. طب ما تعملي لنا حاجه كده بسيطه من الاشكال دي برضه، احنا بندردش مع بعض. عينيا قلبي هعمل لك شكل الارنب. بصي كده دي شكل زي بوكيه ورد كده بحطه بعد ما بخلص رصه العروسه، بدل ما تبقى الفوطه ممكن عروسه ما تكونش جايبه عدد فوط اصلا. واقدر بفضل الله انفذ لها ان انا اوزع لها الفوط واعمل لها كام شكل بحيث بقى الدولاب تشوفي انت الدولاب اصلا تقولي الله كميات كتير جدا ايه الحاجات دي ما شاء الله. بس فمش بكتر الحاجه، مش ان العروسه تقدر تجيب حاجات كتير وان انا افضل. يا ريت بقى يا استاذه ايه هي اتكلمنا في النقطه دي. ان ساعات العروسه بتجيب كميه حاجات وللاسف ما تبقاش اي لازمه، مش هتستخدمها كلها اساسا. لا مش يعني بكتر والله، والله ما بكتر. على فكره الحاجه لما بتبقى خلص. هاديه ومش بتبقى كتير وزحمه الدولاب مش بكتره ان انا اجيب فيه 100 فوطه. يعني انا ممكن الاقي عروسه ما شاء الله ربنا يبارك لكل عروسه في حاجتها جايبه 100 فوطه. طب انت جايبه 100 فوطه بتبقى زحمه مش عارفه. ولا وكمان من الفوط يا استاذه هند كمان المفروشات لما تبقى زايده عليكي انت هتوديها فين؟ بتضطر بقى مامه العروسه تقول هحط اللي انا اقدر احطه على حسب مساحه دولاب العروسه طبعا. خلاص الباقي بقى بيتشال يا اما تحت السراير يا اما فوق الدولاب. انا ما بحبش بقى فكره ان انا اشيل حاجه فوق الدولاب دي اصلا يعني. بالنسبه لي دي انا هنفذ لك شكل ارنب كده بسرعه كده بسيط. تمام. بصي كده انا عملت اكيد ودانة. كل محافظه ولها التكاليف بتاعتها طبعا. كل تختلف. محافظه السعر بتاعها بيختلف عن المحافظه الثانيه. جميل. بصي بتشتغل في كل محافظه كده يا استاذه اسماء؟ كل المحافظات بفضل الله يعني. يعني بتقدري توصلي لكل المحافظات بفضل الله ما شاء الله. بصي كانت فوطه عاديه. ثانيه كده عملتها لك ارنب. بس عاوز وقت ومجهود. طبعا. عاوز تركيز. الفوط دي انا بتفق معاها مع العروسه قبل ما بروح، لو هي عايزاها بنفذها لها. ده كده الارنب. بس طبعا احط له بتحطي له بقى العيون بتاعته اهي. بصي بجهاز الشمع انا هوريكي كده ايه عمل بسرعه. بس عرفتي تعملي الحاجات دي عشان زي. البرنامج يعني برضو اكيد اتدربتي يعني. بفضل الله انا قعدت يعني فتره كده اشتغلت على نفسي في كام شكل كده، وبقيت الاشكال بقيت اخترعها من دماغي. يعني التورتايه دي انا اللي مخترعاها، دي انا اللي مخترعاها كده يعني. مش يعني الحاجات دي اللي مش لازم تبقى اتدربت عليها. لكن مثلا العريس والعروسه دي ممكن، او الدوده كده من على اليوتيوب مثلا القنوات الاجنبيه دي مثلا. اسمع اكيد كل شكل او كل تصميم ليه وقت اكتر عن التاني. طبعا ما عشان كده الفوط دي انا بتفق مع العروسه لو هي عايزاه، بس طبعا على حسب دولاب العروسه ممكن تقول لي مش عايزاه. اجي انا بقى يعني بالامانه في شغلي بلاقي دولاب العروسه محتاج كام شكل، فبضطر ان انا طبعا علبتي دي معايا فبنفذ لها بالاساتيك وبالبتاع وبالشمع عشان برضه اراضيها وعشان اطلع لها مستوى كويس الشرفة قدام اي حد، وبحيث ان انا برضه رعيت ربنا في شغلي ما يبقاش ان انا كروتها. لا شغل دولابها محتاج كام شكل كده بحيث الدولاب ما يبقاش فاضي. لا بعمل لها التورتايه دي سهله في ثواني بعملها لها يعني بفضل الله بعمل بسرعه والحمد لله. اهم حاجه عندك يا اسماء المصداقيه. اهم من الناحيه الماديه طبعا، المصداقيه والامانه طبعا. الحمد لله لما احنا دخلنا على البيج بتاعك والعداد الكنترول شافه لا كميه ريفيوهات كبيره جدا طبعًا. على البيج طبعا. يعني الشغل بيتكلم عن صاحبه صراحه طبعا.
الحمد يعني لله فضل الله يعني ده كرم من عند ربنا والله الحمد لله. اسمع عاوزين برضو تكلمينا عن شغلك اكتر. الحمد لله. كلمينا يعني جات لك الفكره ازاي؟ ما انا اصلا بحب كده بحب يعني ان انا ارتب دولابي بس الخامات بتفرق وبتختلف يعني بدات اطور من نفسي كل ما بشتري خامات اكتر يعني كل ما بنزل اجيب خامات ما شاء الله بلاقي خامات اغلى انا ما بستخسرش في شغلي بجيب كل ما بيفرقش معايا احدث طبعا يعني مثلا الشريطه دي بدل ما اجيب شريطه ستان ب 10 جنيه مثلا مش عارفه ايه وامشي واخد فلوس من الناس وخلاص لا المتر من دي مثلا ب 80 جنيه بجيب ما بيفرقش معايا على قد ما انا يعني بدي عايزه تطلعي شغلك طبعا دي معموله من فوطه برضو صح دي فوطه دي عروسه اهي اصل انا عماله افكر ايه دي عروسه لابسه طرحه فوطه حمام صغيره انت عملتيها شكل عروسه وده فيل ما شاء الله جميله بس الفيل بياخد فوطتين بقى مش بيبقى فوطه واحده يعني بصي بياخد كام فوطه بياخد فوطتين لا جميل يعني بص الاشكال لذيذه وصغننه وجميله جدا كده بتدي بصراحه ديكور كده في ناس كتير جدا بتحبها وفي ناس بقى تقول لك لا خلاص انا مش عايزه الاشكال وفي ناس بتقول لي لا على حسب هي العروسه عايزه ايه. طب حد بيساعدك يا اسماء في تنسيق الالوان ولا انت معايا؟ لا تنسيق الالوان على حسب حاجه العروسه يعني انا بروح شقه العروسه بتكون العروسه جايبه كل حاجه فانا بضطر اشتغل على اللي قدامي على الالوان اللي هي جايباها مساحه الدولاب على حسب الحاجه اللي هي جايباها على حسب الكميات اللي هي جايباها يعني بقدر بفضل الله اقدر الم منها مثلا شنطتين صيف كبار في رف واحد بطريقه كويسه وبطريقه تكون انت شايفاها عينك مرتاحه وانت شايفاها. انت يا اسماء بتحاولي ان انت تبروزي الشقه او الدولاب بطريقه ان انت شغلها بطريقه كويسه مش مجرد شغل واخلصه مش مجرد ان انا كاربت لا بجد لا اديها حقها في شغلها حرام يعني هي دافعه فلوس طبعا فيما بعد الاسم بيجي وبتقرر لا اسماء بتراعي ربنا اسماء طبعاً كويسه انا ممكن عندك افك اللحاف ولا البطانيه ممكن 3 4 مرات عشان اجيبه بالشكل اللي انا عايزاه واطلع السلم وانزل واعمله بس يطلع زي ما انا عايزاه اللي هو لا مش عاجبني وارجع اكني في دولابي انا في البيت لا واعيد واعمل لازم اطلعه زي ما انا عايزاه تمام يعني بفضل الله ده مديها صبر والله طبعا بجد الموضوع ده فعلا عايز صبر طول البال اللي هو ان انا اعيد وازيد واطلع وافضل اعمل لحد ما اطلع الشكل اللي هي فعلا يبقى انا مرتاحه للشكل ده لا مجهود كبير انا شايفه ان هو مجهود كبير عايزه اقول لك ان هي بتشتغل لوحدها يعني احنا كنا بنجيب 6 7 هو مش بالزحمه بالمناسبه بقى كل الستة سبعة بيجوا يتفرجوا بس يعني اللي جايه مع العروسه جايه تفتح وتشوفوا العروسه جايه بقى ايه مش عارفه ايه ممكن مش هتديكي معلومات قد ما هي جايه تتفرج وتشوف لا هم مش يعملوا هم جايين يشوفوا حاجه العروسه وزغرته وخلاص اليوم خلص هي جايبه كام فوطه ممكن ما تكمليش نص دولاب وتروحي فلا لا يعني انصح يعني على الاقل مثلا 3 افراد معايا مثلا العروسه ومامتها واختها ده بالكتير تمام اللي هو مثلا لو هيلموا الورق مثلا نروق الاوضه مع بعض مش عارفه ايه وانا شغاله الدنيا تروق بس لكن كده الزحمه مش لكن كويس. الزحمه مش بالكتر كل واحد بقى هيقعد يقول لك لا طب نحط ده هنا طب وهو اصلا يعني جاي يتفرج بس ومش هيقول حاجه مفيده مش هيقول فده اللي انا بقوله يعني اسماء انت بتتعاوني مع شركه تشطيبات او ديكورات لا لو جالي عادي لو جالك مجال لا لو جالي مجال تمام يعني لو جالك ما عندكيش مانع بس ايه يعني الديكور على حسب لا لا بس ده توسع في شغلها يعني طبعا مش يعني ده لو في مجال يعني مش هقول لا طيب ربنا يصلح يعني برضو في سؤال برضو استاذه ايه كل عروسه زي ما قلنا في بدايه الحلقه بيبقى بتجيب بال100 فوطه و150 ملايه وفي ناس في بلاد ومحافظات كده بيجيبوا حاجات ده بيبقى عادات عندهم طيب انت من وجهه نظرك يا اسماء يعني تحددي لنا ايه المطلوب بالظبط بحيث ان هي برضو تبقى داخله كويسه وفي نفس الوقت يعني الحاجه ملمومه يعني حرام مش بال100 فوطه يعني انا بلاقي ال100 فوطه يا طنط طب انت جايبه 100 فوطه ليه تقول لي هي عاداتنا كده يا طنط طب بعتهم لك فين طب 100 فوطه هتعمل ايه عايزه اقول لك في عروسه تلاقيها جايبه لي 7 8 بطاطين غير اللحاف والمفرش والكلام ده 7 8 بطاطين طب يا طنط انت جايبه اصل جاي لنا من السعوديه طب بس فلا الفوط ممكن اقصى حاجه يبقوا كتير كمان يبقوا 30 الملايات ممكن من 20 وانت طالعه برضو يعني حاجه و20 بتبقى كتير كمان ملايات الاطفال هم بيبقوا 6 يعني الملايه بتيجي فيها ملايتين اصلا في الكيس فبيبقوا 6 انا ببدا افتحهم كل ملايه لوحديها هيبقوا 12 فانت لو جبت 6 هيبقوا 12 اصلا في الدولاب ببدا اوزع لك يعني لو دولابك كبير بملا لك الدولاب مش بسيب لك الدنيا فاضيه بحاول ان انا اخلي لك الحاجه برضو باينه ان انت ما شاء الله يعني برضو العروسه بتجيب حاجتها ربنا اللي عالم بيها بيبقى ضغط على طبعا الام والاب البنت طالعه اصلا لسه مخلصه جامعه بتبقى طبعا ونحرين قلبها يعني فجاه هوب يلا الجواز فبتبقى حاجه صعبه بتبقى الحاجه يعني غاليه والفتره دي فعلا الحاجه طبعا المفروشات والحاجات دي بتبقى عاليه فلازم اقدر ان انا والله على قد ما بقدر
بقدر بحاول اخلي الدولاب بتاعها يبقى اللي شايفه فعلا مبهور بيه. اه فعلا بجد. سواء دولاب ولا نيش نخش في النيش. النيش ايه ضروري. لا ده النيش مقدس عند اي النيش ده بقى مشكلتي في ان كل اللي جايبه كوبايات كبيره وصغيره وكاسات وهو ده للنيش. يعني يا طنط ده مش للنيش كذا شكل. بيجيبوا فعلا في طقم كاسات عندنا يعني معظم العرايس بتجيبوا بيبقى 18 بقى من كل طقم 6 و6 بيبقى كرتونه كبيره كده. المهم ان طنط جايباها عايزه تحط. لا ما ينفعش مش كل حاجه. النيش كبيره قوي 3 طقم كاسات وطقم شاي ومع طقم صيني. لا بيبقوا مش الصيني مثلا كمان بقسمه اللي هو باخد منه طقم الشاي بس وباقي طقم الشربه بولت الشوربه دي بحطها في البوفيه. بحطها في البوفيه يعني انا عشان النيش برضو بيبقى كل ما بيبقى رايق وفاضي كل ما انت تشوفيه حاجه كده بيدي شكل افضل. كتير كتير ايه ده بيبقى زحمه زحمه بيبقى بشع مش ليه ذوق ولا بيبقى بشع يعني بيبقى بشع. عارفه النيش ده ممنوع اللمس بجد. طب انا جايبه الحاجات دي عندي هي اتفرج أيوة عليها. ايوه ديكور اول حاجه بتبقى جوه النيش ديكور. ايوه هند بس برضو يعني استخدام حاجه انا صراحه عندي ممنوع اللمس والاختراق. لا في ناس بتستخدم حاجتها وفي عرايس كمان مش بتحب فكره النيش. يعني في عرايس كتير فرشت لها مش ما عندهاش نيش اصلا. هي جايبه ممكن دولاب فضيه كده بسيط وحاطه فيه كريستالات ده بيبقى حاجه خرافه ومع طقم حاجه كسات. ممتازه جدا برضه بتبقى جميله جدا. عارفه اللي هو طقم كاسات كريستالات بس كده كريستال مع كام كريستالات متنطوره كده بيبقى شكله مع ليد شكل بقى افضل. مع ليد بتبقى عامله فيه ليد من جوه بينور. هو اصلا مش محتاج يتكلم عن نفسه. في دلوقتي بداوا يستغنوا عن النيش بدأوا عرايس كتير. ده افضل والله. عارفه يا هند كتكاليف ومصاريف هي لو جابت دولاب الفضيه دوت وجابت طقم الصيني حطيته في البوفيه خلاص كده هي مش محتاجه حاجه. يعني طقم كاسات واحد او طقمين مع الدولاب الفضيه ده مع طقم الصيني ده مش عارفه اصلا احنا عاداتنا لا لا مصريين. كوبايات مش قادره اقول كوبايات مش قادره خالص يعني مهما نتكلم هم طبعا بيبقوا فرحانين بعيالهم وربنا يا رب يفرح كل عيال حاجتها. بصي يا اسماء لو انا هستخدمه هاتوا بس مش هستخدمه تجيبه ليه؟ لا هم بيجيبوا انا مش جايبه اتفرج عليه صراحه كتير كتير بصراحه. قول لنا بقى على احلى حاجه حصلت لك وانت بتفشي في العروس حاجه كده تضحكينا معاكي ايه اللي حصل؟ لا عادي ما تقوليش بقى العروس ضرب العروس لا 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 يعني مواقف كتير بس دي يعني ما فيش مواقف بصراحه بس المواقف كتير وانا ما بعرفش اتكلم في موقف حصل مع عروسه لعروسه ثانيه يعني بحس ان دي خصوصيات بيوت وما بتكلمش فيها بصراحه يعني فاي مواقف بتحصل معايا بيبقى فيه طبعا بيبقى فيه مشاكل في اي شغل كتير يعني حصل مشاكل كده حاجه داتك واجهتي مشاكل اكيد واجهت كتير بس مش معايا يعني هم بيبقوا مع بعض مثلا ممكن ام العروسه تشد مع مامه العريس مثلا ويحصل تاتش واحنا شغالين على طول دي عادي جدا يعني واحنا شغالين مثلا فكان في موقف ممكن العروسه كانت عايزه ترمي نفسها من البلكونه يا جماعه مش هينفع وكان مواقف كتير فبس انا ما بتكلمش بقى في مواقف لاني انت كشغلك احنا بنكلمك انت واجهتي مشاكل في البدايه؟ لا هي مواقف يعني شغلي بس تعب في المواصلات وانا رايحه بيبقى معايا شنطه ده اللي بيتعبني وانا راجعه من عند العروسه ببقى برده مجهده اكيد ولوحدك ما فيش حد بيشيل معاكي طبعا مفيش حد بيساعد. لا هو المواصلات ما بالنسبه لي والشنطه وانا راجعه وانا راجعه كمان اكتر ان انا ببقى خلاص راجعه فاصله مش قادره فبالنسبه لي ده اتعب فضيح. حاجه وانا شغاله كمان. انت عارفه يا اسماء ان انت مميزه في شغلك عن غيرك. تسلمي ان احنا دخلنا ربنا يبارك لك يعني لقينا شغلك فيه مميز البساطه والهدوء والتنظيم. لا يعني والله في ناس بتحب تأفور مش بحب الحاجه اللي هي مبهرجه خالص يعني انا بعمل الطاره دي امبارح ما رضيتش اعمل عليها كلام بقى اللي هو اللهم بارك هذا البيت ولو كاتبوني هي مش محتاجه حاجه انا عملتها هي الطاره مش عايزاها هاديه بحب الدنيا تبقى هي دي فوطه واحده دي فوطه دي عامله زي بونبونيه هدايا كده. احنا معانا مداخله معلش استاذه ماشي حبيبتي معانا مداخله ام اميره. الو الو يا فندم. ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله منوره اسرار الحياه. ربنا يخليكي ربنا يخلي حضرتك. معاكي استاذه اسماء بقى كوكي ستايل. حبيبتي اسماء هي ربنا يبارك لها ويجزاها خير. حبيبتي تسلمي لي يا قلبي. امينه جدا وشغلها ممتاز جدا جدا جدا. تسلمي لي ربنا يبارك لك. بصراحه مش اوفر كده زي الناس يعني عندها اخلاق عاليه بصراحه. تسلمي لي والله من وامانه للغايه يعني امينه جدا على كل شيء حتى شغلها بجد من الناس المحترمه اللي اشتغلت معاكم والله العظيم بجد يعني شرف لي بصراحه. حبيبتي تسلمي. ايه رايك في ذوقها بقى في تنسيك الدولاب؟ ايه رايك في ذوقها اما تقعد تنسق دولاب ربنا يعني بعد اللي هي عملته انا متهيألي مش هنعمل الدواليب بتاعت العروسه تاني.
حبيبتي تسلمي تسلمي لي، ربنا يحفظك يا رب. والله بجد من الناس المحترمه اللي اشتغلت معاها، يعني في ناس كده اللي هو مش تعدي عليكي شغل وخلاص، لا بتفضل معايا على الواتس متابعاني اول باول. بجد كان يعني في ناس كتير جدا مش اي حد بشتغل معاه والله ان انا بتعامل معاه كشغل وبمشي، لا خلاص بيبقى في تواصل ما بيننا بجد، بيبقى في راحه نفسيه والله بفضل الله. يعني اللي هي مش جايباكي مجرد تعملي لي شغل وخلاص، وهو ده برده كرم من عند ربنا، ان محبه الناس ليكي دي بتبقى حاجه من عند ربنا يعني. الحمد لله بفضل الله. اكيد ده حاجه جميله جدا. اتكلمنا في النيش والفوط لا هو النيش يعني ينفع استغنى عنه؟ ده اللي انا عاوزاه. ما في ناس بتستغنى عنه، بس هو لا يعني وجهه نظرك. انا ممكن استغنى عن النيش واعمل دولاب فضيه زي ما قلت لحضرتك كده يا استاذه ايه، ان انا اجيب طقم كاسات كريستال طقمين وبعدين كريستالات صغيره كده وطقم صيني هحطه في البوفيه، ده كده بقى انا استغنيت عن النيش وطقم الشاي وطقم الاركو بايركس والكلام الكتير اللي هو بيبقى يعتبر زي ما حضرتك بتقولي ما بنلمسوش. ممنوع اللمس. انا غايز ان هو ممنوع اللمس. انت في بدايتك بتقولي ان انت اشتغلت لوحدك. ولحد دلوقتي شغاله. ازاي تقدري تنسقي ما بين بيتك وشغلك؟ بفضل الله يعني اليومين اللي ولادها صغيرين. يعني انا اولادي صغيرين، يعني يامن عنده 6 سنين وكندا سنتين ما شاء الله. فبفضل الله يعني انا بنسق شغلي، اما بيجي لي يومين شغل خلاص بقيت الايام مثلا بقيت الاسبوع مش عندي شغل، الاسبوع اللي جاي عندي شغل، فهم يعتبر بشتغل يومين 3 ايام وبعدين بقعد وببدل بقى يومين وبرجع ببدل. اللي هو بقيت الايام بقيت الاسبوع لبيتي، مش بنزل بقى شغل من قد انا عاجبني الشغلانه دي بكده، ان انا مش بنزل من الساعه 8 الصبح او 7 وبرجع 5 المغرب مثلا. يعني اللي بيجيب يعني الناس اللي بتعمل معاهم مش بيشترطوا عليك الميعاد بالظبط؟ لا انا اللي بشترط معاهم الميعاد. انت بترتبي الميعاد على حسب ظروفك؟ انا طبعا بقى يعني لو محافظات بروح بدري. في ناس تقول لك لا تيجي لي الساعه 8 تخلصي مثلا 9 عشان لا 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 شغل. لا انا بشترط، انا اللي بشترط الميعاد طبعا مع اي عروسه، وبحدد معاها الميعاد ان لازم يكون الساعه 7 مثلا هكون قدامك بالظبط، لازم اكون معاكي 7 أو 8 بالكتير، لان شغلي شغلي بياخد وقت. يعني بخلص الدواليب مثلا على قبل العصر، ببدا افرش في النيش وببدا اخلص المطبخ البوفيه، كل ده بياخد مني وقت، باجي اخلص على بالليل بقى الساعه 11 الساعه 10. بس تاذنك بس معانا اتصال استاذ ايه. ماشي حبيبتي ولا يهمك. الو استاذه ايه. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ايه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم. كلميني عن شغل استاذه اسماء. صراحه ام يامن دي ربنا يبارك لها فعلا خلت لي الشقه حاجه ثانيه خالص. تسلمي يا قلبي. ومن يعني على مستوى الشغل فهي ربنا يبارك لها يا رب. تسلمي حبيبتي. وعلى المستوى الشخصي فهي بني ادمه كويسه جدا جدا فوق الوصف، فربنا يبارك لها فعلا. يسلم ايدك يا ام يامن على اللي عملتيه شقتي، اتغيرت خالص حبيبتي يا قلبي. يعني ربنا يبارك لك العروسه. ربنا يبارك لك يا رب. نشكر حضرتك يا استاذه ايه، متشكرين جدا. هي كانت العروسه محترمه. هي بصراحه محترمه جدا ومعايا لحد دلوقتي على الواتس. يعني في حاجات بجد بتبقى محتاجه ان احنا تتعمل في الشقه اكيد. لازم ان انا احط لها واحط خامات من معايا، مش فارق، مش ان انا شرط بقى ان انا احط خامات لشغلي بس. لا انا لو شايفه برواز العروسه ده متعلق عايز يتعلق وهي لسه يعني ما علقتوش وما عندهاش لزق دبل فيس، لا بطلع خامات من معايا ونلزق ونعمل عادي. مش انا فاضيه خلاص معاكي طالما احنا في شغل. حبيبتي تسلمي، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك لك يا استاذ. التواصل اكيد مكتوب مع الصفحه دي. بشكر حضرتك وشرفتيني. ربنا يحفظك يا رب. انا بجد سعيده والله ان انا كنت معاكم النهارده والله العظيم، بجد كفايه معرفتكم يعني والله. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك لك يا استاذ. انتظرونا في فقره ثانيه هنتكلم فيها عن مشاكل القدم السكري مع الدكتور عمر مختار باذن الله.